لا تميز سلطات الاحتلال الإسرائيلي بين صغير أو كبير ما دام فلسطينيا، فقد أصدرت ما تسمى بالمحكمة المركزية أحكاما لا يمكن وصفها إلا بأنها أحكام جائرة بحق 3 أطفال مقدسيين غير آبهة بحالتهم الصحية أو النفسية أو حتى بأعمارهم. شادي فراح وأحمد الزعتري البالغان من العمر 13 عاما أصغر أسيران في سجون الاحتلال، فبعد أن تم اعتقالهما قبل عام والتنكيل بهما بشتى الطرق، أصدرت ما تسمى بالمحكمة المركزية الإسرائيلية حكماً بالسجن الفعلي لمدة 2 آخرين دون احتساب الفترة السابقة، سيمضيانهما في مؤسسات داخلية إسرائيلية. نقلوها من المسكوبية لطمرة، مسكوهم هيك زتوهم زي كأنهم زي الدواب بمسكهم وزتوهم، يعني أبورة على طمرة يستقبله بطمرة، ما قدرش يسلم عليه قد ما إبديم يبسات من البرد والسقعة. نفسية مين؟ الولد هذا صغير، يعني شو بدنا نحكي عن نفسية ولد صغير تكون مدمرة، اللي حرموه من مدرسته من أصحابه من طفل، شو بدي أحكي لك على ولد صغير طفل 12-13 سنة، هذول أطفال مكانهم الطبيعي دائما بس في المدرسة وبيت أهلهم مش في مؤسسات غسيل دماغ. المحكمة ذاتها وفي نفس اليوم أصدرت قراراً بحق الفتاة مرح بكير البالغة من العمر 17 عاماً بالسجن لفترة تزيد عن نصف عمرها 8 سنوات ونصف،